السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا راح ندير لكم حلوة بنيون. الحلوة هذه معروفة بزاف في الجزائر وحلوة سهلة من غير سون كويسون، من غير الطهي، وناس كل يحبوها يعني ما تتطلبش جهد كبير. والحلوة هذه كنت درتها في قناتي الفرعية الثانية، عندي قناة فرعية غير الحلويات، خاصة غير بالحلويات. الوصفة هذه كنت درتها لكم في رمضان، يعني في العيد الفطر اللي فات. راح نعاودها لكم في القناة هذه، باسكو كاينين اللي ما على بالهمش بالقناة الاخرى. ندير لكم الرابط تاع القناة الاخرى تحت الفيديو هذا، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. ونمروا للتحضير على بركة الله. هاكم تشوفوا هنا عندي بول بيسكوي او بور مرحي، وعندي بول بيسكوي او كاكاو كما هكذا ثاني رحيتو، وبول غوفريت مش معمرين، يعني ما كاينش مقياس في حلوة بنيون، يعني ما فيهاش يعني ظلوا تقيسوا ولا. وهنا ثاني بول تاع كاوكاو محمص ومرحي، تقدروا ديروا مكسرات تخلطوهم كاوكاو لوز وجوز، ولا لوز وحده، ولا كما وش عندكم وش حبيتو. هنا زوج معالق كبار شوكولاتة لا دو كويغا سوب دو نوتيلا، وهنا عندي 125 غرام زبدة نذوب معاهم 100 غرام شوكولا سوداء على حمام مريم باش نلم بها لي بيسكوي هادو. ورا نجيب هذا المكونات اللي عندي انا، هذو اللي درتهم. كاين اللي يزيد حلوه التورك، كاين اللي يدير غير البيسكوي والكوكا ولا المكسرات، كاين كل واحد. قلت لكم حلوه بنيون هذه ما عندهاش قواعد. دونك انا هذه هكذا نوريكم الوصفه تاعي. فوالا، خلطوا كلش المكونات هذو، ما تريحوهمش رطبين، ريحوهم شويه هكذا كونكاسي، ما تريحوش بزاف بزاف. خلطوهم مليح مليح المكونات مع بعض. ونزيد هنا لي دو كويغ تاع زوج معالق هذو تاع نيتيلا شوكولاتة لا، يعني اللي عندكم مش شرط نيتيلا بالذات. ونجيب ثاني هذيك الشوكولا اللي ذوبتها في حمام مريم مع شوي زبدة، فوالا نفرخها كامل في الخليط هذا، ونخلط كامل. ندخل هذا المكونات قبل في البسكوي والكاوكاو. هناكم تشوفوا القوام اللي عندي، مازلت ما نقدرش نشكل بها كوريات. واش نزيد؟ نزيد شويه كونفيتور تاع المشمش، والله عسل. انا ساعه ندير العسل، ساعه ندير الكونفيتور تاع المشمش. انا يعجبني بلوس الكونفيتور باسكو فيه ذوق تاع الفواكه، وما يقهمش كما العسل. العسل هاو حلو، ديجا المكونات كامل حلوين، وزيدوا العسل. بصح سا ماغيف ندير ثاني العسل، نلم بالعسل. دونك هنا دوكا نلم مليح حتى نتحصل على العجينه وين نقدر نشكل بها كوريات. فوالا، ونجيب هنا الصحن وين نحط فيه الكوريات تاوعي، والميزان. واللي ما عندهاش الميزان تشكل كوريات على يعني عينها هي ميزانها. انا هنا راح ندير كوريات على تاع 30 غرام، بين 25 30. انا حبيت نديرهم 30، يجوني متوسطين الحجم، ويجوني كل قد قد، و كما نقولوا يجيو على حجم حبة الجوز. يعني لكان ما قدرتوش ديروها بالميزان، ما عندكوش ميزان، ديروها قد حبة الجوز. نكربحها مليح مليح حتى تولي رطبة من فوق، ليس وبغيونت، باش من بعد كي ندير عليها شوكولاتة الطالات تجي باهيه. ولا كما راكم تشوفوا، غرام زايد ولا ناقص مش مهم، انا ندير فيهم على 30 غرام. نواصل نكربحهم كامل، ندير كوريات بهم. ومن بعد هذو اللي هنا راح نغطيهم ونديرهم في الثلاجه باش تبرد لي مليح. دونك هنا باش يبردوا، من بعد كي ندير عليهم الشوكولا تجمد توت سويت. وكاينين حبات اخرين ما درتهمش في الثلاجه، راح نزينهم هكذا برك. عندي شويه جلجلان ابيض، هنا شويه جوز الهند ولا نوات كوكو، وعندي هنايا كاكاو، وعندي هنايا ذاك بيستاش مرحي، فستق فستق واي هكذا. ونغطس الحبات هكذا فيهم، مثلا ندير 3 حبات في نواة كوكو، 3 بالغران دو سيزام ولا الجلجلان كما نقولوا. انا هنا خيرت الجلجلان الابيض، تقدروا ديروا الجلجلان الاصفر. هنايا البيستاش كما راكم تشوفوا. يعني المهم كل حاجه مرغدو فيها زوج حبات 3، باش هكذا يجيكم بنفس العجينات تتحصلوا على تشكيلة تاع بنيون من كل مزينة، يعني من كل نوع، من كل لون، وتعطيكم شكل راقي وباهي. هنا كما قلت لكم لي غران دو سيزام، انا عندي هنا الابيض
ولا عندكم الاصفر ديروا الاصفر مش مشكل. يعني انا اعطيكم الافكار تاع التزيين وانتوما ابخي خيروا واش عندكم وزينوا بيه. تقدروا تزينوا غير بالشوكولا يعني، بنيون دابيتود انا نزين غير بالشوكولا، مي اليوم حبيت نعطيكم افكار باش هكذا اللي عندكم في البيت زينوا بها. هنا ثاني عندي شوية شوكولا بيضاء ذوبتها في حمام مريم وزدت لها 2 معالق زيت، باسكو الشوكولا تاعنا هنا في فرنسا شوية سورتو تاع ليدل هذيك لبناتهم كاينين اللي بتات على بالهم، كيما تذوب لكمش زيدوا لها شوية زيت، 2 معالق كبار زيت. وهنا عندي لوريو ريحت شوية منه، جاني رحاه لي شوية لاشواغ شوية رطبولي، مي نتوما كنت تصيبوه خليه شوية خشين. ونطلي بيه حبات ثاني تاع بنيون هكذا ونطليهم مليح، ومن بعد حطوهم في لاغري والبنيون هذا اللي كان في الثلاجة هكذا كيعود بارد. من بعد كي تطليو بالشوكولا تو سويت يبرد، تجمد لكم الشوكولا سورتو رانا في الصيف دوكا، بس كل الفيديو هذه يعني عاودتها لكم في العيد الكبير، رانا تقريبا ان شاء الله العيد الكبير وسخانة شوية. هنا ثاني ذوبت شوية شوكولا تاع حليب شوكولا ولي، زدت معاها شوية كاوكاو سما صفيت ونحيت غير الحب رطب 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 نحيته وخليت شوية لخشين، خلطت حق 2 معالق ثاني مع الشوكولا البيضاء هذه عفوا شوكولا تاع الحليب، ونطلي بها ثاني نزين بها بنيونات اخرين، وثاني نحطهم يجمدوا. ولا كما راكم تشوفوا هكذا خبطوا مليح باش يحضر هذاك الفائض، ونواصل حتى نكملهم. وهنا عندي شوكولا سوداء كما اللي درتها في العجينة، نخليها كما هكذا ذوبتها وما زدت لها والو في حمام مريم، ما زدت لها حتى حاجة، نزين بها هكذا عادي يعني، كبوها برك فوق الحلوى وخليوها تجمد ثاني. ولا نوصل الحبات كامل هكذا حتى نكملهم، حطوهم هكذا دايما سور اون غري ولا فوق بابي كويسون حتى يجمدوا لكم. وكي تخلصوا لكان خفتوا من السخانه الشوكولا ما تحكمش مليح، دخلوهم للثلاجه من بعد كي تخلصوا خلاص. وهاني زيت بخطوط بالشوكولا اللي قعدت لي، والباقي هاكم تشوفوا هنا بعد ما درتهم في صحن التقديم. هذوك تاع الشوكولا البيضاء زدت لهم شويه بيستاش من فوق، وهذوك ثاني زدت حبه بيستاش من فوق. كملت يعني التزيين هكذا كما راكم تشوفوا، هذه تاع تاع المواد كوكو تشبه لي تروف، وهذه الحلوه تاعنا يعني تجيكم تشكيله رائعه وباهيه. وهنا دوك نقسم واحده باش تشوفوا الداخل، كما تعرفوا البنيون دائما سماوه بنيون يعني كلمه برك تعني كل البنانه تاعو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، مشاهده طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.